نظمت الجامعة الأمريكية في الشارقة لقاء تعريفيا للطلبة المستجدين وأولياء أمورهم، وذلك لإرشادهم والإجابة عن استفساراتهم وتوجيه الطلبة وتعريفهم بالحياة الجامعية. بهدف التسهيل على الطلبة الجدد في دخول الحياة الجامعية بكل يسر، يأتي اللقاء التعريفي السنوي الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالشارقة لطلبة المستجدين وأولياء أمورهم، والذي يستمر لمدة أسبوع كاملة، يتم خلاله الإرشاد والرد على الاستفسارات. طبعاً إحنا الآن في أول يوم من بدء العام الأكاديمي الجديد، وهو يوم مخصص لاستقبال أولياء الأمور والطلبة الجدد، ونقوم في هذا اليوم ببرامج تعريفية للطلبة وأولياء الأمور، بالإضافة إلى استضافتهم في الجامعة وإعطائهم الفرصة للتقابل مع أعضاء هيئة التدريس. والآن قيد الدراسة في برنامجين، في الدكتوراه في قيد الدراسة، واحد في كلية الهندسة وآخر في كلية الإدارة والأعمال، وإن شاء الله قريبا بإذن الله سوف نقوم بالإعلان عن هذه البرامج. نحن الآن نستقبل حوالي 1100 طالب وطالبة جدد في الجامعة، ونحن سعيدون طبعا بهذا الكم من الطلبة. فعالية أسبوع الإرشاد من شأنها تزويد طلبة المستجدين بالمعلومات الضرورية التي ستساعدهم على تكوين فهم أشمل للجامعة وكيفية سير الأمور فيها، كما سيتضمن الكثير من الأنشطة الأكاديمية والإرشادية، ويشهد الأسبوع في نهايته عملية التسجيل في المساقات الدراسية. اخترنا جامعة الشارقة الأمريكية لأنها من أفضل الجامعات في الوطن العربي وفي العالم، سمعتها معروفة والطلاب اللي بتخرجوا منها بيشتغلوا بيلاقوا شغل على السريع. قدمت على الجامعة الأمريكية لأنها تعتبر من أحسن الجامعات في الدولة وعندها اعترافات عالمية، وهذا من هذا يعني خلاني مقومات خلتني جد إني أفوتها. اخترنا هندسة صناعية الميجر البنتي، وإحنا عندنا تجربة سابقة بالجامعة الأمريكية، فلذلك إحنا جينا على الجامعة الأمريكية بالبنت الثانية. عندي البنت الأولى بجامعة الشارقة بتدرس صيدلة، وهلا بنتي الثانية اختارت الجامعة الأمريكية حتدرس إن شاء الله صحافة. كل واحد يطمح لأفضل لنفسه، وتخصص بإذن الله يكون هندسة كيميائية، والله يوفقنا. أختي فاتت قبلي وتخرجت والحمد لله يعني لقت شغل يعني فورا، وهذا اللي شجعني أكثر شيء إنه أختار AUS. كثير سمعت عنها من عائلتي ومن أصدقائي، والجامعة كثير متخصصة بالبزنس سكول، وأنا بدي أدرس بزنس ماركتينج، فحسيت إنه هذا الإشي كثير حيكون مناسب لتخصصي. هذا وتلتزم الجامعة الأمريكية في الشارقة على توفير كل ما يضمن نجاح الطلبة من خلال الفرص التي تتيحها لاكتساب السمات المميزة لهم، فضلاً عن حرص الجامعة للحفاظ على العلاقة الخاصة والمتميزة بينها وبين الطلاب، بل والعمل على تطويرها عقب التخرج.